التقى الفريق اول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي بعدد من رجال القوات المسلحه بالجيش الثالث الميداني وقياده قوات شرق القناه لمكافحه الارهاب ونقل الفريق اول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحه للحضور كما اكد على حرص القياده السياسيه والقياده العامه للقوات المسلحه على تطوير القدرات العسكريه المصريه ومواكبه العلم الحديث في نظم التسليح التقى الفريق اول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي بعدد من رجال الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناه لمكافحه الارهاب وذلك بحضور الفريق احمد خليفه رئيس اركان حرب القوات المسلحه وعدد من كبار قاده القوات المسلحه والذي ياتي في اطار سلسله اللقاءات الدوريه التي تنفذها القياده العامه للقوات المسلحه لمتابعه مدى جاهزيه القوات المسلحه وجهودها في حمايه الامن القومي المصري. والقى اللواء اركان حرب هشام شندي قائد الجيش الثالث الميداني كلمه اشار فيها الى حرص رجال الجيش الثالث الميداني على الارتقاء لاعلى درجات الكفاءه القتاليه. والحفاظ على الاسلحه والمعدات ليكونوا قادرين على تنفيذ كافه المهام التي توكل اليهم في الدفاع عن امن الوطن وسلامه اراضيه. ونقل الفريق اول عبد المجيد صقر تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، القائد الاعلى للقوات المسلحه للحضور. كما اكد على حرص القياده السياسيه والقياده العامه للقوات المسلحه على تطوير القدرات العسكريه المصريه. ومواكبه العلم الحديث في نظم التسليح والتصنيع العسكري بالتعاون مع كبرى شركات التسليح العالميه، كذلك الاهتمام بالفرد المقاتل اداريا وتدريبيا ومعنويا ليظل رجال القوات المسلحه بارادتهم القويه وعزيمتهم التي لا تلين ماضين في اداء المهام المقدسه المكلفين بها، واشار القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي الى ان القوات المسلحه بما تمتلكه من منظومه تسليح متطوره. قادره على تامين كافه الحدود الاستراتيجيه للدوله وان القوات المسلحه هي حصن الوطن ضد اي تهديدات من شانها المساس بالامن القومي المصري واوصاهم بمواصله البحث والاطلاع لزياده مستوى الوعي لافراد القوات المسلحه ليكونوا على درايه تامه بكل ما يدور حولهم من احداث ومتغيرات على كافه الاصعده كما اعرب الفريق اول عبد المجيد صقر عن اعتزازه لما يقوم به رجال القوات المسلحه من مشاركه فاعله لدعم منظومه التنميه الشامله التي تنفذها الدوله المصريه بما يحقق الانجازات والعبور نحو افاق المستقبل بكافه ربوع الوطن وعلى راسها ارض سيناء الطاهره